بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب على أسئلتكم واستفساراتكم من محطة القصيم. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلي سلطان العتيبي على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، وأرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأيضا تكون مختصرة كي نستفيد من علم الشيخ. نبدأ بتفسير الآية المباركة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية المباركة يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، فيقول هذه سبيلي أي طريقي الذي أسير عليه، طريقتي التي أمشي عليها، ما هي؟ أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى الله إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن استقيموا على دينه وتوحيده ليحصلوا على السعادة في الدنيا والآخرة، فالخير في هذا راجع إليهم. وأما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، ولكن هذا نفعه يرجع إليهم. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو لرياء أو سمعة ولا يدعو لأجل طمع دنيوي ولا لمدح وثناء من الناس، وإنما يدعو إلى الله دعوة خالصة، يدعو إلى الله، إلى عبادة الله وتوحيده، يدعو إلى دين الله. هذا هو الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على بصيرة أي على علم. فيجب على من يدعو إلى الله، يجب عليه أولا أن يخلص لله عز وجل في دعوته، ثانيا أن تكون دعوته على بصيرة أي على علم من الله سبحانه، على علم من الكتاب والسنة، ولا يدعو بجهل أو يدعو على عادات الناس أو تقاليد الناس أو يدعو إلى طريقة صوفية أو إلى طريقة قبورية أو يدعو، إنما يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له على وفق شريعته، على بصيرة. أنا ومن اتبعني، كذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة يسيرون على طريقة الرسول وسبيله في العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تبصير الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا طريق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يليق به، وسبحان الله من النقائص والعيوب ومن الشرك والكفر والنفاق، ينزه الله عن كل ذلك.
وسبحان الله وما أنا من المشركين، أعلن صلى الله عليه وسلم براءته من المشركين. وليس المراد بالمشركين عباد الأصنام فقط، وإنما عباد القبور وعباد الأضرحة والصوفية المنحرفة، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل التوحيد وليسوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتعلم طريقته في الدعوة إلى الله والعلم والعمل، وأن يسير على ذلك بصدق وإخلاص، ويتبرأ من الشرك وأهله، ولا يوالي أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالله جل وعلا كذلك يقول ما كان، ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بلغ الناس بهذا الدين وأمرهم به على لأجل أن يسيروا عليه، لأنه هو الذي يوصل إلى الله، لا الطرق والعوائد وما عليه الناس من غير علم وبصيرة. الكتاب والسنة هما الجادة الواضحة والطريق، وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، السير على منهج الله الذي جاء به رسوله ونزل به كتابه. لا يؤخذ هذا من عوائد الناس، ولا يؤخذ هذا مما كان عليه المنحرفون عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم. إنما يؤخذ هذا من شيئين: من الكتاب وهو القرآن، ومن السنة وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم آمين. نذكر السادة مرة أخرى، الإخوة والأخوات الذين يتابعون الشيخ على هذه الحلقة بتليفون البرنامج، لمن أراد الاتصال بفضيلته والسؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: بالنسبة للأولاد الصغار فضيلة الشيخ، إذا كانوا مؤذين، أنا من خارج إرادتي أدعو عليهم إذا أغضبوني وأغلظ لهم في الدعاء. لا يجوز هذا، عليك بالصبر على أولادك، هم لابد يحصل منهم أشياء قد لا تكون مناسبة لصغرهم أو لجهلهم، فعليك بالصبر، عليك بالصبر والاحتساب، ولا يكن منك عليهم سخط أو غضب أو دعوة عليهم، فإن دعاء الوالد مستجاب، أو تصادف ساعة إجابة فتقبل دعوتك عليهم. بل اصبري عليهم، وإذا أردت الدعاء فادعي لهم بالخير، ادعي لهم بالصلاح والاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمار يقول: في سورة الإخلاص قرأت بأنها تعدل أو تعادل ثلث القرآن، لماذا خصت بهذا الفضل بثلث القرآن يا شيخ؟ لأن القرآن على ثلاثة أقسام: إما أخبار عن الأنبياء وأممهم والماضين، وإما أوامر ونواهي وتشريعات للناس، وإما توحيد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. هذه أقسام القرآن: أوامر ونواهي، أو أخبار عن أولياء الله وأعدائه وما حصل وما يحصل لهم في المستقبل، وإما تشريعات، أمر أو نهي، هكذا
أقسام الشريعة. فسورة الفاتحة أخذت قسم التوحيد وهو الثلث كما في الحديث، تعدل ثلث القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا الموضوع اسمه جواب أهل العلم والإيمان على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو مطبوع وموجود، وما مطبوع أيضا مع فتاواه. نعم، نبدأ بالاتصالات ونأخذ أبو رايد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤالين لو سمحت؟ تفضل. السؤال الأول عن الصوم، مثلا أفطرت يوم يومين ثلاثة أربع أيام، معروف طعام النفر كيلو ونص تقريبا، هل يجزي إني أروح صاحب مطعم وآخذ حق ثلاثة أمبار أربع أمبار وأعطيه المساكين؟ هذا السؤال الأول. طيب جاوب الشيخ. لحظة. نعم، أعد سؤالك يا أخي. السؤال أقول أنا مثلا رجل مريض وأفطرت خمس أيام تقريبا، معروفة طعام اليوم مسكين كيلوين ونص، هل يجزي أني أروح المطعم وأخذ حق أربع أنفار خمسة أنفار وأدفعها؟ طيب، فلوسها وأعطيها المساكين أنا بيدي بدل ما أخذ كيلوين ونص؟ شكرا. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني. لحظة يجاوب الشيخ. يا أخي إذا أفطرت من رمضان فلا بد من القضاء، إذا كنت تستطيع القضاء ولو بعد حين فإنك تقضي ولا يجزي الإطعام. الإطعام إنما هو للشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام حاضرا ولا مستقبلا، فهذا هو الذي يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال الثاني يا أبو رائد، وقصر التلفزيون. السؤال الثاني يا أبو رائد. السؤال، أنا رجل مريض عندي سكر وضغط تمام، وعم سوي عملية قلب مفتوح، يعني لا يمكن حتى الصيام مستقبلا، يعني يجي إني أطعم؟ طيب شكرا. إذا كنت، هذا السؤال الواحد. إذا كنت لا تستطيع القضاء لا حاضرا ولا مستقبلا، فهذا يسمى المرض المزمن. تطعم عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو نصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، ويجزي هذا عن الصيام لمن لا يقدر عليه حاضرا ولا مستقبلا. نعم. طيب يا شيخ، يقدر يروح للمطعم ويوكل هذا المطعم بأن يعطيها المساكين؟ إذا حضر المساكين وراح بهم للمطعم وعشاهم أو غداهم يكفي هذا، أما أنه يوكل المطعم هذا ما يكفي، المطعم ربما ينسى ربما يتساهل، فلا بد هو الذي يشرف على هذا وينفذه هو، أو يوصي من ينفذه. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني أبو رايد. السؤال الثاني زكاة الفطر، يعني معروفة هي لكل شخص، لكن مثلا في ناس محتاجين مثلا مادي ملابس وكذا، يعني لو انا مثلا عندي 10 اطفال 10 اشخاص او 12 شخص، فضلتها مبلغ سالتها على السوق كم يبيعوها مثلا، قال ان فرن مثلا ب 10 ريال جمعتها واعطيتها ناس مساكين اي كلام او حاجه زي كذا، يجوز؟ شكرا. او لا يجوز؟ شكرا، مع السلامه. لا يجوز دفع القيمه عن صدقه الفطر، لا بد ان تخرج من الطعام صاع من طعام، ولا تجزي القيمة والدراهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما أبرز فضائل التوحيد؟ حدثونا عن ذلك مأجورين. أبرز فضائل التوحيد أنه يخلص الإنسان من الشرك بالله عز وجل، وأنه يدخله الجنة ويصحح أعماله، فلا تصح الأعمال إلا مع التوحيد، ولا تقبل إلا مع التوحيد، فمصالح التوحيد وفوائد التوحيد كثيرة وعظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. أيهما أفضل للشاب الذي لم يحج والآن هو داخل على 30، الزواج أم الحج؟ إذا كان عنده مال يتسع للحج ويتسع للزواج
فإنه يحج ويتزوج من ماله. أما إذا كان المال ضيقا ولا يتسع إلا للحج أو للزواج، فإن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج، خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فإنه يبدأ بالزواج. أما إذا كان يأمن على نفسه فإنه يبدأ بالحج. نعم. ما رأيكم يقول الشيخ هذا بالصوم الجماعي والدعاء الجماعي؟ هذا لا أصل له، الصوم الجماعي والدعاء الجماعي لا أصل له، بل هو نوع من البدعة. ولكن كل يصوم لنفسه منفردا، وكل يدعو لنفسه منفردا. وإذا صادف أنهم يجتمعون على السحور أو يجتمعون على الإفطار من غير ترتيب فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل الشيخ، ما معنى الآية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا؟ معنى الآية واضح، أن الله جل وعلا ينهى عن الشرك، وهو أن يجعل مع الله إلها آخر يدعوه ويعبده ويتقرب إليه. ثم بين العاقبة، تقعد مذموما مخذولا، تقعد عن اللحاق بأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العلم، تقعد عن الوصول إلى الجنة مذؤوما، ولا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فالمشرك مخذول والعياذ بالله، أما الموحد فإنه منصور بإذن الله. نعم. أبو تيسير معنا على الخط، تفضل أبو تيسير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت كلمة الشيخ. تفضل. الشيخ مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالخير. تفضل. نعم. سؤالك. يا شيخ معلش أنا كلمتك كنت على أساس عندي سؤال على أساس تدبير المخالفات، وحنا في ذمتك الشيخ. بدمتك أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب العظيم. شكرا. احنا نعاني من تدبير المخالفات المرورية. طيب. المخالفات المرورية هذه لما تجيني 100 ريال بعد فترة ألقاها 300 ريال. واضح السؤال. واضح. شايف. والشيء الثاني اللي هي سيارة ساهر. طيب واضح السؤال. سيارة ساهر. واضح السؤال، السؤال واضح. شكرا. يا أخي هذه أنظمة، هذا نظام، فإذا ألزموك به فالتزم وأدي النظام لهم، وهي في صالحك وصالح الناس، لأن فيها تنظيما للمرور ومنعا للحوادث، وفيها مصالح. نعم. المحافظة يا فضيلة الشيخ على الأنظمة مطلوب من المسلم أن يحافظ لها، وهذا من صميم عقيدته. ما في شك أن المحافظة على الأنظمة في صالح الجميع، ومخالفة الأنظمة فيها ضرر على الجميع. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المحافظة على الأنظمة فيها طاعة لولاة الأمور، وهذه فائدة عظيمة. طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هل يجوز كتمان العلم يا شيخ؟ لا يجوز كتمان العلم إلا للمصلحة، إذا كان في كتمانه مصلحة لئلا يفهم الناس فهما مغلوطا أو تلقيه على من ليس من أهله، فإنه يكتم العلم للمصلحة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ فلا أخبر الناس، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أو قال يا معاذ إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره، قال أبا أفلا أخبر الناس. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إن الله قال يا معاذ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله،
يريد بذلك وجه الله. قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عمر يقول: شيخ، هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته الوصية؟ لا أعلم ذلك. هو طلب منهم أن يحضروا ورقة ليكتب لهم، ثم تنازعوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من عنده ولم يكتب شيئا، لكنه تركهم على وصية الله سبحانه وتعالى لهم في القرآن. نعم. يقول: في حديث يا شيخ ورد وكذلك في أمر الخلافة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد بالأمر إلى أحد، ما عهد بالأمر من بعده إلى أحد، وإنما الصحابة اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضلهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إشارات. أولا أنه كان يستخلفه في الصلاة، فقالوا: أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا ولا أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ فقدموه بالخلافة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا باب أبي بكر، وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون هو الخليفة من بعده، إلى غير ذلك من الإشارات التي تعطي أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصالات مرة ثانية ونأخذ ثامر من القريات. تفضل يا ثامر، واسمعنا من التليفون. يا ثامر، قصر التلفزيون شوي لان فيها في تردد وصوت بالإذن. ثامر تفضل. تفضل يا ثامر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ابي استفسر بس على صلاة الجمعة بس. تفضل. المسافر كيف يصلي؟ طيب، شكرا. المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، ولكن إذا حضرها مع المسلمين وصلى فإنها تجزيه عن صلاة الظهر. نعم. الذي يتخذ من يوم الجمعة موعدا للسفر يا شيخ صالح؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي أنه يجعل يوم الجمعة موعدا لسفره، لكن إذا وافق يوم الجمعة يوم سفره فلا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: ما الأجر المترتب يا شيخ على من اهتدى على يديه مجموعة من الناس؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فالذي يدعو إلى الله يهتدي على يده ناس له مثل أجورهم. نعم. يقول السائل أيضا يا شيخ: نحن نثبت الصفات لله عز وجل كما جاءت، ولكن من هم الذين يؤولون الصفات، وما معنى تأويل الصفات؟ معنى تأويل الصفات تحريفها عن معناها الذي تدل عليه، وهو أن يثبت لله جل وعلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وضيفنا من استوديو القصيم الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح يقول: هذا، ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ يا أخي، الشرك في الطاعة هو الشرك في العبادة، الطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة. نعم. يقول: حديث: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، الحديث واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، من بلغه شيء، صح عنده شيء من السنة أو من الكتاب والسنة، فإنه يبلغه للناس ولا يكتمه، بل يبينه للناس إذا كان يقدر
على هذا. وحدثوا عن بني إسرائيل يعني في حدود ما جاء في الأخبار الصحيحة ولا حرج، أما الأخبار غير الصحيحة فلا تنسب إلى بني إسرائيل ولا غيرهم، إنما ينسب ما صح وثبت. نعم. يقول الشيخ: بالنسبة لتشميت العاطس أكثر من ثلاث، إذا لم يحمد الله فهل يشمت؟ إذا لم يحمد الله لا يشمت، إنما يشمت إذا حمد الله، قال صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، فحمد الله، إذا لم يحمد الله فلا يستحق التشميت. نعم. هل له ثلاث مرات أو مرة واحدة أو مرتين؟ مرة واحدة، وإذا تكرر منه ذلك فليدعو له بالشفاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل الملائكة عليهم السلام بمنزلة واحدة أم أنهم يتفاضلون في الرتبة؟ ما في شك أن الملائكة يتفاوتون في الرتبة، فضل الله بعضهم على بعض، وفضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل المؤمنين بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا في الرسل، والملائكة كذلك فضل الله بعضهم على بعض. نعم. الشيخ صالح له فقرة أخرى يقول: ما المقصود بالميزان الذي ذكر في القرآن، وهل هو المعروف في وقتنا الحاضر؟ الميزان ميزان حقيقي في الآخرة، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، حسنات العبد وسيئاته في كفتي الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مصري مقيم بجدة يقول: أسأل عن سبب نزول الآية الكريمة فهي تردني كثيرا: ليس لك من الأمر شيء. سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس من الكفار ولعنهم في الصلاة لأنهم آذوا المسلمين وأساءوا إلى المسلمين، فنهاه الله عن ذلك المعينين، لأن الله يعلم أنهم سيؤمنون، فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول هذا السائل: بالنسبة للحديث الحديث النبوي والحديث القدسي، ما الفرق بينهما؟ الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله ويرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث القدسي. أما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل يا فواز معنا على الخط. عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، عندي الشايب مصاب بجلطة من كل سنة. الوالد، لا تقول الشايب، قل الوالد. الوالد عليه كفارة ولا لا؟ السؤال الثاني. لحظة، خلي جاوب الشيخ، لحظة، أعد سؤالك. عندي الوالد مصاب بجلطة من كل سنة، هل عليه كفارة ولا لا؟ ما صام. ما صام، نعم. إذا كان عنده فكر فإن عليه الصيام، إذا شفاه الله يقضي. طيب، أقصر التلفزيون يا فواز، أقصر التلفزيون. السؤال الثاني يا فواز. سؤالي صلاة الجماعة بارك الله فيه، وأنا خارج المدينة، هل علي صلاة الجماعة ولا لا؟ مثلا خرج من المحافظة اللي أنا فيها. إذا كنت تسمع النداء للجمعة يلزمك الحضور والصلاة، أما إذا كنت لا تسمع النداء فليس عليك وجوب الحضور. شكرا يا فواز. ما الأسباب التي تعين على خشوعي
في صلاة الليل وفي أيضا صلواتي في المسجد، فأنا يا شيخ صالح قليل الخشوع في الصلاة، فهل تقبل صلاتي؟ الخشوع توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن له أسباب، يتجنب الأسباب المشوشة عليه في صلاته، فلا يدخل في الصلاة وهو حاق للبول أو حاقب للغائط، ولا يدخل في الصلاة أيضا وهو بحضرة طعام يشتهيه، ولا يدخل في الصلاة وهو في مكان حار شديد الحرارة أو بارد شديد البرودة، فيعمل أسباب الخشوع، ولا يدخل في الصلاة أيضا وهو ثائر النفس من العجلة والركض. نعم. يقول السائل عبد الله: يا شيخ، ما الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أريد أن تشرحوا لي هذا يا شيخ، وأيضا الجمعية التي تقام بين الزملاء في المكتب. نعم، الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، القرض إنما يراد به القرض الحسن الذي يقضي به حاجته ثم يرد بدله إلى المقرض، هذا هو القرض الحسن. أما القرض الذي بفائدة أو بمنفعة فهذا ربا ولا يجوز، وليس هو من القرض الحسن، بل هو من القرض الربوي المحرم. نعم. يقول: هل أدفع زكاة مالي للمساهمة في بناء مسجد ودوراته ومرافقه؟ لا، الزكاة لا تدفع في المشاريع الخيرية، تدفع المشاريع تدفع تقام المشاريع الخيرية من التبرعات، وأما الزكاة فإنها تدفع إلى المصارف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، تصرف في هذه المصارف الثمانية ولا تخرج عنها لمشروع خيري أو لبناء مسجد أو غير ذلك. نعم. المتصل من حفر الباطن أبو خالد له 3 أسئلة، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بارك الله فيك، بالنسبة حق المسافر إذا أدرك الجمعة مع الإمام، هل يجوز له جمع صلاة العصر؟ طيب، يجاوب الشيخ. لا، ليس له أن يجمع معها العصر لأنها ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع الظهر لا مع الجمعة. نعم. السؤال الثاني أبو خالد. السؤال الثاني، بالنسبة من فاتته صلاة المغرب ودخل مع الإمام صلاة العشاء، هل يصلي المغرب أم العشاء؟ وإذا صلى المغرب كيف طريقة الصلاة تكون مع الإمام؟ لأن صلاة المغرب ثلاثية والإمام رباعية. يا أخي، لابد من الترتيب، تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، وإذا دخلت مع الإمام بنية المغرب فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة لا تقوم معه بل تجلس ثم تأتي بالتشهد، فإن شئت سلمت لنفسك وإن شئت انتظرت حتى يسلم الإمام وتسلم معه. نعم. السؤال الثالث يا أبو خالد. السؤال الثالث، حديث عرباء بن سارية، الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، شرح الحديث استطاع الشيخ، بارك الله. شكرا. بارك. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، يعني السنة الواضحة، ليلها كنهارها، يعني ليس فيها غموض ولا خفا، وإنما هي واضحة جلية، فمن يريد النجاة فإنه يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، شكرا، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن تطويل خطبة الجمعة. اصبر، نعم. اصبر، اقول اصبر، الله يهديك، اصبر.
قل لهم لا يشغلون الرواد وقت السؤال. نعم. لأن هذا يشوش علينا. تفضل. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، تطويل خطبة الجمعة فتدخل السأم على الحاضرين فضيلة الشيخ، فما مقدارها؟ ليس لها مقدار، ولكن كل ما اختصرت، كل ما اختصرت واستوعبت للأغراض فهو السنة. قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، أو فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى، يقول الشيخ: ما حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ لا بأس بذلك. نعم. كم يوم يحتاج الإنسان يا شيخ إلى أن يختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وهل إذا ختم الإنسان القرآن في شهرين يكون قد تأخر في القراءة؟ نعم، ختم القرآن ليس له حد. منهم من يختم القرآن كل شهر، ومنهم من يختم القرآن كل 10 أيام، ومنهم من يختم القرآن لـ3، ومنهم من يختم القرآن كل ليلة كما عليه الصحابة رضي الله عنهم، ليس له حد محدود. نعم. يا شيخ، هل يكفي للناطق بالشهادتين للدخول في الإسلام؟ هل يكفي النطق بالشهادتين أم لا بد من أمور أخرى حتى يكتمل الإسلام؟ لا بد من النطق بالشهادتين مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما، لا مجرد نطقه ما يدري وش المعنى، أو يدري وش المعنى ولا يعمل به. لا بد من هذه الأمور، النطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ يقول: هل دعاء القنوت خاص في رمضان أم هو لرمضان ولغيره؟ دعاء القنوت ليس خاصا في رمضان، بل يكون في الوتر، والمسلم يوتر في رمضان وفي غيره. الوتر سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا حضرا ولا سفرا، فيقنت بما تيسر من الأدعية. نعم. هذه السائلة هم مرام، تقول بأنهم أخذوا عمرة مع أهلهم، ولكن إحدى الأخوات لبست البرقع حتى كملت العمرة. إذا كانت جاهلة فلا حرج عليها وعمرتها صحيحة، وإذا كانت متعمدة تكون عليها الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو ذبح شاة، تخير بينها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ ناصر من بيشة يقول: ما منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ وهل الدعوة خاصة بأناس معينين؟ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أنهم يبدأون بإصلاح العقيدة. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيبدأون بإصلاح العقيدة والدعوة إلى العقيدة، فإذا صحت العقيدة دعوا إلى بقية الأعمال. هذا منهج الأنبياء في الدعوة. نعم. يا شيخ، هل ورد حديث يقول أنه في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم؟ نعم، ورد أنه يتقارب الزمان في آخر يتقارب الزمان في آخر الدنيا. نعم. وفقرة أخرى يقول: في حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما معناه؟ المنبت هو الذي يسرع في سيره على راحلته فيتعبها، أما الذي يمشي بالراحة
يقطع الطريق بالراحة والطمأنينة، فهذا هو الذي يقطع الطريق وتسلم له راحلته. أما الذي يتعب راحلته في السير والكلال فإنها تنقطع، ولا ظهرا أبقى ولا مسافة انقطع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أصبت بمرض أقعدني أكثر من 3 أشهر، ويقول: كنت أصلي فضيلة الشيخ بعد صلاة العشاء لأنني لا أكون واعيا في وقت النهار في الظهر والعصر، فأصليها بعد أن أفيق، هل علي كفارة وهل صلاتي الإعادة صحيحة؟ إذا كان مر عليك النهار وأنت لا تشعر، أنت يعني مغمى عليك أو مغطى على عقلك ولا تشعر، فإنك تقضيها إذا استيقظت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فتقضيها مرتبة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: عند والدي مجموعة من المزارع، ومن ضمن هذه المزارع مزارع للقمح البر، فكيف نخرج زكاة ذلك مأجورين؟ تخرجونه إذا كانت تسقى بالمؤونة فتخرجون نصف العشر، أما إذا كانت تسقى بغير مؤونة كالتي تشرب من بعروقها وهو البعل، أو من الأنهار أو من المياه التي ليس لكم فيها نفقة، المياه الجارية، فإن فيها العشر كاملا. نعم. يقول: ما المراد بالآية فضيلة الشيخ وفي تفسيرها: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى؟ معنى الآية واضحة، أن الله لو يعاجل الناس بالعقوبة إذا أذنبوا ما ترك على ظهرها على ظهر الأرض من دابة، لأنه لا أحد يسلم من المعاصي، ولكن الله يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم أنه يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، وإذا تابوا قبلهم ورحمهم. نعم. تفضل يا حامد معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ الله يرضى عليك. حياك الله. عندي سؤال. تفضل. كان أحدنا في السوق وكان في محل عطورات، فالمقصد قال عندي بضاعة كانت ممنوعة، طلع لي عطور فيها كحول وفيها أيضا أجسام كذا نساء كذا، يعني على شكل مجسمات نسائية عارية. قال البائع قال هذه كانت ممنوعة أيام كان في هيئة، فالحين يقول يدخل أشياء كثيرة، فأنا سؤالي: ما حكم استعمال هذه العطور؟ وأيضا ما رأيكم في يعني تقليص دور البيع؟ طيب، شكرا لك، الله يبارك فيكم. لا يجوز بيع هذه الأشياء التي فيها كحول إذا ثبت إن فيها كحول، الكحول خمر، لا يجوز بيعها. إذا كانت تسكر إذا شربت فلا يجوز بيعها لأنها خمر، والخمر خبيث ويجب إتلافه وإراقته. وكذلك الصور الفاتنة والمجسمات، الصور هذه حرام، لا يجوز بيع الصور لأن الصور محرمة في نفسها، فلا يجوز بيعها. نعم. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل وعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو مكان العرش كما جاء في بعض الآثار؟ مقام المحمود هو الشفاعة العظمى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم في أن يحاسبهم الله وأن يصرفهم من الموقف الطويل على أقدامهم وفي الحر الشديد، فيشفع عند ربه في أن يحاسبهم وأن يصرفهم من هذا الموقف الشاق الطويل. هذا هو المقام المحمود.
على المشهور. وورد في بعض الأحاديث أن من المقام المحمود أن الله يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم معه على العرش، والله أعلم. نعم. يقول الشيخ: شخص في العام الماضي لم يكن عنده ثمن الهدي ولم يتمكن من الصيام إلا في أيام التشريق، فهل يجوز له أن يتعجل أو يلزمه التأخر حتى يصوم الثلاثة الأيام في الحج؟ يجوز له أن يتعجل ويصوم ثلاثة الأيام في بقية أيام التشريق ولو كان قد سافر في أثناء السفر. نعم. هناك شخص يا شيخ سافر إلى بلد وأراد الصلاة في مقر سكنه واتجه إلى القبلة، لكن مع انحراف يسير، فهل صلاته صحيحة؟ الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، لا يضر الانحراف اليسير. نعم. ما هي أفضل الأنساك لمن أراد الحج لأول مرة في عمره؟ أفضل الأنساك التمتع، أن يحرم بالعمرة ثم يؤديها إذا وصل إلى مكة، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. نعم. أحسن الله إليكم الشيخنا الكريم. رجال أمننا البواسل والمرابطون على الحدود لهم منا الدعاء، يبذلون جهود مباركة وموفقة في حماية هذا البلد، بلاد التوحيد وبلاد العقيدة، المملكة العربية السعودية. هل من كلمة لهم من جهة الدعاء؟ نعم، نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم، ولهم الأجر في ذلك إذا صلحت نياتهم، لأنهم يدافعون عن بلاد المسلمين وعن المسلمين، وقد جاء وهم من المرابطين في سبيل الله، كما جاء في الحديث إن الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهم يحرسون هذه البلاد ويعرضون أنفسهم للخطر، فهم على أجر عظيم. وجاء في الحديث أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام سنة، أو ما هذا معناه. فالمرابطة في سبيل الله وعلى ثغور المسلمين فيها أجر عظيم، وإذا مات المرابط في مكانه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. نعم. نسأل الله أن يثبتهم ويسددهم ويحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. شكر الله لسماحة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان على تفضله بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استفدنا منه جميعا مع الإخوة والأخوات في هذه الإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة.